في إطار مشروع المساواة بين الجنسين أجيو نتكلموا عليها. الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج مشاركة مواطنة والمنفذ من مكتب الأمم المتحدة لتدبير المشاريع لجهة الشرق، نظمت جمعية الأمل للتنمية البشرية والصناعة التقليدية جردة ندوة جهوية اختتامية تحت عنوان الحرية الفردية ومسألة المساواة من تأطير الأستاذ عماد موسي والأستاذ ميلود مختاري، وذلك يوم الأربعاء 10 مارس 2021 بالمرصد الجهوي لدار الاقتصاد الاجتماعي والتضامن بوجدة. وتأتي هذه الندوة التي عرفت مشاركة مكثفة من النساء والشباب الذين تفاعلوا مع المتداخلين بتوصيات ومقترحات سترفع للجهات المسؤولة عن طريق عرائض ترافعية تهدف بالأساس إلى المناصفة وترسيخ مفهوم المساواة بين الجنسين. كما عرفت الندوة ورشة تطبيقية تخللها سكيتش يعالج قضية المرأة ومعاناتها، واختتمت هذه الندوة بتوزيع شواهد تقديرية للمشاركين والمشاركات الذين واكبوا المشروع من بدايته والذي امتد لعشرة أشهر. المتابعة لمنبر 24. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أوجه الشكر إلى الحاضرين معنا في هذه الندوة الجهوية الختامية لمشروعنا التي تزامنت مع مناسبة عيد المرأة. بدوري أحيي جميع النساء وأتمنى لهم أن دائما التألق والمضي قدما في مشاريعهن وأفكارهن، كانت سياسية أو تربوية أو اقتصادية. هذه من جهة. من جهة ثانية، اليوم كنختتموا مشروعنا اللي هو مشروع المساواة بين الجنسين أجي نتكلموا عليها، اللي امتد تقريبا تم الافتتاح دياله من 20 شتنبر 2020 إلى يومنا هذا، وكان متوجا بمجموعة من التكوينات ورشة تكوينية ندوات وحملات تحسيسية، واختتاما بندوة جهوية تحت عنوان الحرية الفردية ومسألة المساواة. للحمد لله خرجنا بواحد المجموعة من التوصيات والعرائض اللي إن شاء الله غادي تتبنى الجمعية على عاتقها توصيلها إلى المجالس الإقليمية ومجلس الجهة بالجهة الشرقية ديالنا، وسوف نكون إن شاء الله قوة ضاغطة لتحقيق بعض من هذه التوصيات. وكنتمنى إن شاء الله نكون خرجنا واحد المجموعة من المستفيدين والمستفيدات اللي غادي يكونوا قوة في الجهة الشرقية للترافع إن شاء الله والوصول إلى مراكز القرار. وشكرا. السلام عليكم. بهاد المناسبة هذه ديال اختتام المشروع ديال المساواة بين الجنسين اللي نتكلموا عليها، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لجمعية الأمل للتنمية البشرية والصناعة التقليدية الكائن مقرها بمدينة جرادة. الشكر كذلك موصول إلى كافة العضوات، يعني جنود الخفاء الصراحة اللي تاهما يعني لهم مني كل الشكر، وشكر خاص كذلك الأستاذة منار بليتو أستاذة سمهان، يعني المجهود اللي بذلته الصراحة يعني في باش تعطي واحد اللي صراحة نورات بعد الجهة الشرقية بمجموعة من الأفكار جديدة عبر مجموعة ديال الدورات التكوينية، آخرها وليس آخرها هذه الندوة الختامية اللي توجات بمجموعة ديال التوصيات يعني خرجت من صلب الندوة، من داخل الندوة، توصيات اللي إن شاء الله نتمناو أنها تلقى يعني آذان صاغية وتفعيل على مستوى الواقع من طرف الجهات المسؤولة. شكرا جزيلا لكم وكل توفيق، وكل توفيق للمغاربة إن شاء الله والمغربيات. السلام عليكم. أول حاجة كنقدم الشكر لجمعية الأمل للصناعة التقليدية بجرادة، وكنقدم الشكر للحضور، وكنقدم الشكر للأساتذة المؤطرين وجنود الخفاء اللي سهروا يعني باش وصلنا لهذا الاختتام هذا الرائع، وبفضل ديالهم وصلنا لكل هاد التوصيات وهاد الشيء هذا اللي رحنا فيه دابا. ومدة المشروع اللي كانت مدتها 10 ديال الأشهر اللي تلقات واحد المشاركة واسعة من الحاضرين والحاضرات اللي تفاعلوا بشكل إيجابي ورفعوا من التوصيات والمقترحات ديالهم مهمة عبر آليات التواصل الاجتماعي
واللي اختتم هذا المشروع اليوم بندوة جهوية تحت عنوان الحريات الفردية ومسألة المساواة اللي كان من تأطير الأستاذ عماد موسي. وبهذا أخيرا توصلنا لتلقي شهادات من هذه الجمعية، وكنشكر الحضور الكريم وشكرا. السلام عليكم، معكم موسي حفيظ موجز. يعني كان اولا كنقدم الشكر للجمعيه ديال الامل بجراده لتاطير هالندوه ديال المساواه بين الجنسين اللي جينا نتكلموا عليها لدامت 10 اشهر نقاش حول الوضع ديال المراه من داخل المغرب بشكل عام ومن داخل الجهه الشرقيه بشكل خاص. حاولنا نسلطوا على مجموعه ديال المفاهيم من قبيل الانصاف، المناصفه، حق المراه، مجموعه العراقيل اللي تهدد المرأة من داخل المجتمع، مجموعة ديال المعيقات اللي كتكون في الطريق ديال المرأة. حاولنا ما امكن نعطيو اجابات في علاقة عن طريق اشتغال عن طريق المجموعات، نعصروا كما حاولنا واحد العصارة ديال الافكار اللي حاولوا الاخوان في اطار المشاركة ديال 10 اشهر. حاولنا ما امكن كما قلنا نلقاو حلول ونعطيو افكار مثلا ومعيقات اللي كتلقاها المرأة في الحياة اليومية. يعني كما قلت كنشكروا الاخوه اللي ساهموا في هذا النقاش، كنشكروا رئيسه الجمعيه اسمهان الاستاذه ابتسام منار، وكذلك الاخوه اللي حضروا من اليوم الاول اللي برهنوا على انهم باغيين يمشيوا في المسار ديال تحقيق المساواه بين الرجل والمراه، باعتبار المراه كتتعرض للاضطهاد من داخل المجتمع الذكوري، سيرتو ان المجتمع المغربي هو مجتمع كما كنقولوا هجين، كينظر ديك النظره الدنيه للمراه. يعني حاولنا ما امكن كما قلت نسلطوا على مجموعه المعيقات والمشاكل اللي كتخبط فيها المراه وعطينا اجابات، وحاولنا ما امكن في اطار الندوه الختاميه نعطيو يعني خلاصات ولا توصيات من اجل رفع هذه التوصيات للجهات المسؤوله. وكنشكر الاخوان وشكرا لكم. السلام عليكم، رشيده كريس خياطه ورئيسه في جمعيه. المهم في اطار مشروع المساواه بين الجنسين اجيو نتكلموا عليها. مهم استفدنا بزاف من هذه الدورات اللي حضرنا لهم، وكنشكروا الاستاذه سمهان على هذه الفرصه اللي عطاتها لنا باش شاركنا وتكوننا، والاساتذه كاملين اللي عطاونا بزاف ديال الامور اللي كنا غايبين عليها ما كناش كنعرفوها، وعرفنا بزاف ديال الامور اللي بغينا نطوروا، بغينا بزاف ديال الحوايج اللي نستافدوا ونعطيو فيها ونقلبوا حتى حنا من ذاتنا، نقلبوا شنو غادي نديروا في هذا المجتمع، شنو اللي واجب علينا نديروه وشنو اللي خاصنا ونقصنا وخاصنا نطالبوا به. وشوفوا تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.